مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز أو سيدة أعمال مميزة. رحبوا معي اليوم بمستر فايز، صاحب فايز كوتشر. أهلا وسهلا فيك مستر فايز، أهلا وسهلا نورتنا بالبرنامج. فيكم. مستر فايز، حابين نعرف أكتر عن حضرتك وإمتى بدأت البيزنس الخاص بك هنا بالإمارات؟ أنا اسمي فايز وأنا أصلا من أفغانستان. بلشت هذا بيزنس في إمارات من 2014. مستر فايز، حابين نعرف أكتر إيه الخدمات اللي بتقدمها هنا أو المنتجات اللي بتقدمها؟ أنا أول شان كان يصمم القماش، بس الحمد لله كان زمان حبيت القماش وكان حبيت ذوقي، بعدين قال لي تعال اشتغل في فساتين. لما الحمد لله بلشت في فساتين في 2014، الحمد لله الله نجحني كتير كتير، وانا اصلا بصمم قماش في جنوب كوريا، ما شاء وعندي الله. الحمد لله مصنع في تركيا في ازمير، او يصمم هناك فساتين الحمد لله. وهذا كله قماش انت عم بشوف، ايه ما قماش شاء كامل الله، شكل يدوي وشغل مميز الحمد لله. ايه ما شاء الله. مستر فايز، طبعا في ظل المنافسه الشديده الموجوده هنا بالامارات، حابين نعرف ازاي مستر فايز قدر يتميز. هو اول شيء الحمد لله انا بجيب القماش والفساتين مميز عن كل السوق، مميز عن كل الدنيا الحمد لله. وبعدين لما زمان تيجي عنا بالمحلات تبع قطاي مفرق يا هون جملة، يعني هم كان شو بيحلموا، لما يجي هون تلاقي نفس الشيء. ايه ما شاء الله، والحمد لله أنا كامل شغل يدوي كله كريستال اوريجينال، وارقى واحدث تصاميم دائما. يعني انا الحمد لله كل يوم بتلم موديلات، مو كل اسبوع يا شهر، كل يوم كل يوم بتلم موديلات جديد. مستر فايز، حابين نعرف اكتر عن نظرتك المستقبليه. مستقبلي انا بدي ان شاء الله يوزع شغلي كامل في كامل الدنيا ان شاء الله العالمي، ان شاء الله. بخصوص ان شاء الله هلا انا عندي زمان كتير من امريكا من كندا، وانا احاول ان شاء الله اروح هناك ان شاء الله يفتح بيزنس هناك ان ان شاء الله. شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والنجاح مستر فايز شكرا، بالمستقبل. الله ان يحفظك شاء يا الله. رب. الله يسلمك. مستر فايز، طبعا احنا موجودين هنا بالامارات، افضل بلد هنا معروفه بالامن والامان. ازاي ده قدر يساعد مستر فايز ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ واول شيء كله تاجر يدور وين، لو اذا يفتح بيزنس في اي مكان يدور اول شيء امان. ما لقيت احسن مكان الا فقط امارات. الامارات تعرف يعني حتى زبائني ناس تيجي هون بدون خوف، ومن امارات انت تقدر توصل لكامل الدنيا، ويقدر كامل الدنيا يوصلك هون. انا احب اشكر شيوخ الامارات على نعمة الأمن وأمان، بالخصوص محمد بن زايد الله يحفظه، ومحمد بن راشد الله يحفظه يا رب، الله يطول بعمره. بالأخير متشكرك كتير مستر فايز بوجودك معنا بالبرنامج. نحب نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع فايز كوتور. أنا عندي هذا المكان عند في الديرة في بنياس سكوير، عندي مكان مكتب جملة نوزن من هون لكامل الدنيا، وعندي محلات مفرق في مركز البستان باسم بيت العروسة، والحمد لله حاليا بعد اسبوع ممكن يفتح محل في دلما مول ابو ظبي باسم 5 ستار بوتيك، اكبر محل تبع الفساتين في كامل المول. وجميع السوشيال ميديا لايك انستغرام فيسبوك تيك توك، وعندي ويب سايت كمان باسم فايز كوتور. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.